نبيل، اليوم في القطاع الغربي عدد من القرى تعرضت لغارات حربية، لا سيما في منطقة الحوش التي تعرضت لحوالي 10 غارات بشكل متتال، وذلك أتى بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي بقصف واستهداف هذه المنطقة. منطقة الحوش هي إحدى مناطق أو قضاء صور، منطقة سكنية وأيضا تضم آلاف السكان. سابقا في هذه الأثناء معظم أهالي الجنوب نزحوا عن قراهم وبلداتهم التي تتعرض بشكل يومي لغارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. في هذه الأثناء نحن نحاول مشاهدة هذه المنطقة، منطقة الحوش التي تعرضت لغارات عنيفة خلال ساعات الصباح. منطقة الحوش هناك هي منطقة سكنية، منطقة أيضا تحوي مؤسسات اقتصادية، هي أيضا منطقة زراعية ويقدر عدد سكانها بحوالي 10,000 نسمة. تعرضت لحوالي 10 غارات خلال ساعات هذا الصباح، إضافة إلى منطقة الحوش أيضا مناطق أخرى في وبلدات أخرى في القطاع الغربي تعرضت أيضا لغارات، منها الشمع، منها معروب، وأيضا اللبوني. قبل قليل كان هناك غارة استهدفت منطقة أو بلدة مجد الزون، ما زلنا نشاهد سحب الدخان ترتفع من تلك المنطقة التي تعرضت أيضا لغارات خلال هذا الصباح. عاد الطيران الحربي الإغارة عليها قبل قليل. في منطقة اللبوني هناك أيضا قصف فوسفوري تعرضت له تلك المنطقة، وما زالت السحب البيضاء الناتجة عن القنابل الفوسفورية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي باستهدافاته على المناطق الحرجية الواسعة أيضا ما زلنا نراها من خلال موقعنا هنا، وما زالت سحب الدخان والحرائق التي تمتد بسبب شدة الهواء هنا والرياح. نبيل، هذه المنطقة تشهد امتدادا لهذه الحرائق التي هذه المنطقة تعرضت لهذا القصف منذ حوالي 3 ساعات أو أكثر، وما زالت ترتفع منها وتمتد الحرائق فيها. رصدنا أيضا اليوم نبيل إطلاق لعشرات الصواريخ من القرى الجنوبية هنا باتجاه مواقع عسكرية. اللافت أيضا اليوم نبيل من خلال العمليات التي نفذها حزب الله، والتي يعني اليوم حتى هذه الساعة عددها 20 عملية، بأن حزب الله يستخدم صواريخ نوعية في استهدافاته وفي عملياته التي تستهدف مواقع عسكرية. اليوم استهدف على سبيل المثال قبة نيريت في ضواحي تل أبيب، أيضا قاعدة ستيلا ماريس البحرية في شمال غرب حيفا، وقاعدة جليلوت في ضواحي تل أبيب. كل هذه الاستهدافات استخدم فيها حزب الله اليوم بحسب البيانات التي أصدرها صواريخ نوعية، وهذه ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي يعلن حزب الله عن استخدامه لصواريخ نوعية. هو كان قبل أيام أعلن بأن العمليات ستتصاعد وأن المواجهات بينه وبين الجيش الإسرائيلي ستأخذ منحا جديدا، إن من خلال الاستهدافات ونوعيتها وأيضا من خلال الصواريخ التي يستخدمها. وهو يقول في بياناته التي يصدرها بأنه يستخدم صواريخ نوعية على القواعد العسكرية المختلفة التي يستهدفها، وباتت حيفا تحت نيران عناصر حزب الله أو حزب الله تقريبا بشكل يومي، التي أدخلها ضمن بنك أهدافه التي بات يستهدفها يوميا، وأيضا بصواريخ نوعية. هذا إضافة إلى استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال في محاور القتال في القطاع الأوسط في عيت الشعب والقرى المحيطة فيها، وأيضا في القطاع الشرقي في العديسي مركبة وروب 30. حنان، من اللافت حيث أنت الآن، أينما جالت الكاميرا نرى هناك أعمدة الدخان جراء الضربات والغارات الإسرائيلية. أفق هذه الصورة من خلفك فيه الكثير من أعمدة الدخان، ويبدو بأن إسرائيل تضرب في مناطق متفرقة.
نعم صحيح نبيل، هذه القرى الممتدة على طول الساحل الذي يمتد خلفنا عدد كبير من القرى تعرض لغارات حربية اليوم. لابد من الإشارة بأن هذه القرى هي خالية من السكان، وهذا يعني بأن إسرائيل تستهدف اليوم الأبنية، تستهدف هي تدمر البنى الموجود في داخل هذه القرى. على سبيل المثال نبيل، ما شاهدناه اليوم في منطقة الحوش غارات عنيفة جدا استهدفت هذه المنطقة التي هي خالية، لا يوجد فيها أبدا أي سكان، لكنها تستهدف الأبنية وتستهدف ممتلكات المواطنين هناك وأيضا المناطق الزراعية الموجودة فيها، وهذا أيضا ينسحب على باقي البلدات والقرى المحيطة والتي تستهدف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. دعني أشير أخيرا نبيل إلى أن اليوم أيضا إسرائيل نفذت مجزرة جديدة في النبطية باستهدافها أحد الأحياء هناك كسر زعتر، الذي بحسب المعلومات هناك عدد من الشهداء وأيضا هناك عدد من المفقودين. ما زالت فرق الإسعاف تعمل على رفع الركام وانتشال الشهداء والبحث عن مفقودين أحياء إن كان ما يزال هناك تحت الركام من أحياء. أتحول إلى خليل بن طويلة الموجود في حصبية، ما الجديد لديك خليل؟ طبعا الجديد بالنسبة إلينا هو استمرار المعارك الشرسة وقوية جدا بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية، خصوصا على هذا المحور الذي يبقى من المحاور الكلاسيكية إن صح التعبير، لأنه كان ربما الشرارة الأولى لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل من الداخل، طبعا من القطاع الشرقي مجيئا ربما من إصبع الجليل الذي يقابله من الجهة الأخرى حيث مستوطنات المطلة والمنارة وغيرها. ومن هناك مثل ما يمكنك أن ترى نبيل ثمة ما يمكن أن نصفه بأنه مخلفات، مواجهة قوية جدا بين الجهتين في تلك المنطقة. البيانات تتحدث عن إعطال وإبطال حزب الله لثلاثة دبابات أو لثلاث دبابات ميركافا، كنا نحاول بقدر المستطاع أن نصل إلى تلك المركبات بالصورة، لكن الموقع يبدو بعيدا عن قوة عدسات كاميرتنا. على كل حال منذ الصباح إلى غاية الآن كانت هنالك محاولات عبر استحداث ممرات جديدة للدبابات الإسرائيلية، لكنها كانت كل مرة تقابل بصليات صاروخية. كان قد أعلن عنها حزب الله خصوصا في العديسة التي على ثلاث مرات تم استهداف تجمعات للجنود التي كانت تتحرك ببطء شديد، بالإضافة أيضا إلى منطقة روب 14 أو روب 13 التي تقع ليس بعيد من هناك، والطيبة بمعنى المثلث هذا الذي يطل مباشرة على الأسفل حيث موجود المدخل أو الممر الأقرب الذي يسمى ببليدا، ثم أسفل هنالك كفركيلا. بالتالي هذه هي المنطقة التي عادة ما تكون الأبكر في المواجهات، تماما مثل 2006 وصولا إلى البلدة الشهيرة مرجع عيون التي تقع على قمة الجبل. لم نرى أي توغل أو دخول واضح للعيان على الأقل إلى غاية نهاية الوادي، ولكن بحسب البيانات وبحسب ما نراه ونسمعه ليس هنالك من توغل كبير عدا ذلك الذي أعلنه الاحتلال من أنه حقق نحو 1500 متر دخل من خلالها إلى بليدا ودمر بالداخل عدد من المنشآت على رأسها حتى مدارس ودور للحضانة وحتى المقابر. لذلك ربما كان هذا عنوان كبير لأن طرق عبر المقابر الإسلامية هناك للمرور. في الجهة التي هي على يميني ربما سأظهر لك استمرار أو ربما بقايا استمرار المواجهة من أجل السيطرة على أعالي جبل الشيخ أو على الأقل أعالي بلدة كفر أو تلك المنطقة فوق هبرية، هذه البلدة الصغيرة التي تقع هناك فرشوبة في الأعلى. محاولة من قبل الاحتلال من
من أجل السيطرة عليها كانت دائما تواجه بالصواريخ، كنا نسمع المدفعية بشكل كبير. ثم نذهب إلى اليسار وهذا المشهد الكبير، مشهد جبل الشيخ الشهير، وهو أحد أكبر الجبال المشتركة بين عدة بلدان في الشرق الأوسط وصولا حتى إلى تركيا. ثم ذلك الموقع العسكري الذي بقينا نراقبه بشكل مستمر ودائم، نريد أن نعرف من سيسيطر عليه. في اللحظة الحالية تسيطر عليه إسرائيل منذ مدة طويلة، ولكن حزب الله كان دائما ما يستهدفه منذ الصبيحة بصواريخ متعددة وبما يشبه القنابل المتوسطة المدى أو الصواريخ متوسطة المدى، وكان يرد الإسرائيليون طبعا باستعمال المدفعية. ثم عدد من الدبابات متمركزة في تلك المنطقة التي تقع أعلى تلك المنطقة المعروفة بمدينة شبعة. هذه المنطقة طبعا لها تاريخ طويل جدا في المواجهات وفي حروب التحرير التي خاضها حزب الله منذ مدة طويلة. بالنسبة لعدد العمليات يجب أن نقول بأنها اليوم تجاوزت 22 عملية منذ الصباح بحسب البيانات المختلفة، هذا بدون حساب العمليات التي ساهمت فيها ما تسمى بالمقاومة الإسلامية، وهو فرع آخر ينتمي إلى المقاومة إلى حزب الله، لديه ما يشبه الاستقلالية نوعا ما. كانت لديه الكثير من الصليات الصاروخية خصوصا في ليلة البارحة في منطقة كوكبة التي لا تبعد كثيرا عن هنا. كنا أشرنا بأن بعض الصواريخ لم تصل مداها بل سقطت هناك، وبعضها كان ربما باتجاه الداخل الإسرائيلي وخلف الكثير من الخسائر بحسب بيانات المقاومة الإسلامية. نشير أيضا فقط كآخر نقطة هي استخدامات مجددة للصواريخ أرض جو التي تستهدف عادة الطائرات الحربية، لا ندري ما مداها ما قوتها، لأن هذا ربما تحول كبير في مسار الحرب في مسار المواجهة. أن يمتلك حزب الله صواريخ أرض جو ذات فاعلية ضد الطيران الحربية، ربما هذا قد يكون تحول كبير، خصوصا وأن حزب الله قد تمكن بالأمس من إسقاط مسيرتين في مناطق أخرى ليس على الجبهات الجنوبية. من حصبية موفد الغد خليل بن طويلة ومن صور مراسلة الغد حنان عيسى، شكرا لكما على كل هذا الرصد. نتحول إلى موقع آخر في جنوب لبنان، هذه المرة من بلدة ترميش. موفد الغد أحمد مصطفى موجود هناك. أحمد أهلا بك معنا، وما الجديد لديك؟ ماذا ترصد بخصوص آخر التطورات في المنطقة؟ نعم، ما زالت الغارات مستمرة على بلدة عيت الشعب وكذلك القصف المدفعي الذي لا يهدأ أبدا على هذه البلدة على غرار ما يحدث في القطاع الشرقي. كانت قبل قليل هناك اشتباكات عديدة ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله وما بين جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا يتوغلون باتجاه بلدة عيت الشعب، وربما لأمطار قليلة حتى هذه اللحظة. وفي المقابل هناك تصد من المقاتلين التابعين لحزب الله. هناك العديد من البيانات التي تحدثت عن استهدافات مختلفة لتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيت الشعب، سواء في الناحية الشرقية أو في خلت وردة أو غيرها من المناطق التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التوغل باتجاهها عند نقاط مختلفة في عيت الشعب. لكن حتى هذه اللحظة يتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر تبدو فادحة حتى هذه اللحظة. رصدنا قبل قليل عددا من الاستهدافات لحزب الله لبعض المواقع وبعض التجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق التي ذكرتها قبل قليل، ورأينا دخانا يتصاعد فيما يبدو أن هناك استهدافا كان لآليات عسكرية إسرائيلية. حتى هذه اللحظة أيضا نستطيع أن نتحدث عن تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي في أجواء بلدات الجنوب اللبناني وخصوصا القطاع الأوسط، وكذلك هناك العديد من الغارات التي شنت أيضا على عدد من بلدات الجنوب اللبناني من بينها بلدة حنين وكذلك بعض البلدات كالقوزح ورامية التي استهدف فيها حزب الله تجمع لجنوب
جنود الاحتلال الإسرائيلي وقام بتصوير مقطع وعرضه عبر منصاته المختلفة التابعة للإعلام الحربي التابع لحزب الله. أيضا كان حزب الله قد أطلق العديد من الصليات الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقام بإدخال بعض الصواريخ الجديدة على دائرة استخدامي واستهدافي في 20 أكتوبر الماضي. كان لأول مرة يستخدم حزب الله صاروخ نصر 2 وأدخله على منظومة تسليحه حتى يقوم باستهداف عدد من القواعد الإسرائيلية العسكرية. لا سيما وأن هذا الصاروخ تم تطويره بالفعل من قبل المقاتلين التابعين لحزب الله ليصل إلى 150 كيلومترا، ليصل إلى أعماق كبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يحدث أضرارا كبيرة على اعتبار أنه يحمل رأسا متفجرة تبلغ 140 كيلوغرام. شكرا لك من بلدة رميش موفد الغد أحمد مصطفى.